السلام عليكم، تحياتي لكم الاخوان الطيبين، امسيه سعيده، مرحبا بكم عند اطول الرحيمو. معكم مصطفى، كنقدم لكم هذه السياره الجميله المرسيدس كلاس او 350 تبارك الرحمن، موديل 2011 وديوانة 2015. كما عودناكم ديما النوفو، ديما الجديد، ديما النقا، ديما الوريقات مريقلين، ديما الدوار بخالصين، ديما الحمد لله النقا والمليح كما تنبغي، وتنبغي ديما تكون حاجه بموراها حتى شي مشكل الحمد لله. يعني ملي دي السياره كل شيء خالص. هذه مازوت، الضريبه ديالها 6000 درهم ضريبه. الموديل ديالها قلنا 2011 والديوانه 2015، وديما تنقلب على بياسه نقيه عاد نشريها، فالا ما لقيتش البياسه نقيه ما تنهز عليها يدي وتنطلب نلقى ما احسن منها. فتحياتي لكم، وتنشكروا الاخوان اللي تواصلوا معنا وتيصيفطوا لنا السيارات ديالهم، شكرا جزيلا. ومع الواتساب تعطيونا الموديل والثمن والكيلومتراج ان شاء الله، ونديبلاصاو عندكم ولا ديبلاصاو عندنا، مرحبا بكم كما العاده. وان شاء الله التجاره في 5 دقائق وتبارك الرحمن. وتفضلوا معنا دابا نوريوكم هاد السياره الجميله تبارك الرحمن. شكرا. ديما المليح تبارك الرحمن. قلنا موديل 2011 والديوان 2015، ضربة 136، واحد ماشي بالمايل، كيلومتراج. هيا دخلنا تبارك الرحمن، 350 كلشي خدام هنا. تتحرك في هذا هنا، تتحكم في الكرسي، كلشي اللي توش هنا خدامين كاملين. دونك هنا كلشي خدام. الفولون هي مهم، طوموبيل مليح تديماري ستوب ستار. لا كريم امارش كوسان تيسخنو. المهم السيارة تبارك الرحمن ناضية. طابية اوريجينال. شلنا كلشي مازال جديد، الشارجور فين تخشي اللعيبات، الطفاير محيدنها اصلا، حتى السيد اللي خديتها من عنده ما كانش تيكمي. دونك الحمد لله نقي الطوموبيل، سبور خدامه. 4 لي مورتيسور قال لي نبدلهم جداد، وبالفعل ملي تدوز في السكوت ما تسمعش حس ديال التقرقيب. ها هو الكتاب هنا، تقطعوني هو الكتاب ديالها هنا. دونك ما عندناش مشكل، خليه هنا. قلبتوش انا كاع، ما جاباش غير طوات السياره هادي، كلشي الفوق نقي، كلشي البويلات خدامين. كلشي نقي تبارك الرحمن. كراسة اوريجينال الخوت، مخيطة ما والو، فيها الضريبة هنا والجريحة هي اللي كاينة. أما الكوسان هنا نقي، حتى هادشي هنا نقي، الحرافة هنا مازال جداد، كوفر تيتحل من هنا. التوب ديالها هنا مازال جديد، هاد التوب هذا. الجوانط فيهم زواقه زوينه ولوين مخير. البنوات مازال مزيانين، دونك ما نقولوش عليهم نقيين، وانما
مازال مزيانين، بالاخص القداميين مازال مزيانين بزاف، اللورانيين شويه ديما تياكلوا العصا هما الاولين. دونك هنا داكشي جديد بصح. الثمن ديالها ان شاء الله غنخليوها ب 13 و800، قلنا 14.5 كنخليوها ب 13 و800. نرجعوها لشي بلاصتو، شحال من وحده كتكون مزيانه كيجيو الناس كيقلبوا كيهرسوها. هادشي ما مقطعش هنا، كلشي مازال السيكات خدامين مزيانين. هادي مازال خدامه غلاه، كلشي مزيان. بارك رادار حتى ديال لورتي خدام، تيصوني من هنا. هادشي هنا جديد ما منشوفش، كلشي في بلاصتو. بارشوكات راه مصبوغين الخوت، خديتها هكا مصبغت ما والو، ولكن راه باينين مصبوغين. وفيها هادي هنا حتى على الفران تتعطيك القدام الا قربتي لشي حاجه. واحد الخبيشه هي هنا، تبارك الرحمن سيارة نقية. شي مازال في بلاصتو، فرماسيين.
خوت هاد السكور راه كانوا خمسه، الجوانت اللي ديالها فيهم خمسه والخمسه الضربات، دونك راه السكور مسودي راه كيدير في لافيراي 300 درهم 400 راه ماشي مشكل. حديد ماشي ضروري يخليها الومنيوم الا خدامه هكا، قال لي السيد راه خدامه بحال هكا مزيان، قفله ما كاين حتى مشكل. المهم هذا راه مشكل في السكور، الانسان راه ما يسافرش بهذه، وانما هذا احتياط. ها هو هذا هو الديفو اللي كاين في السكور. شنو مازال طوموبيل تبارك الله الحريفات تبارك الرحمن. وواحد المسألة سبحان الله، كاين شي ناس هداهم الله تي ما تيعظموش كلام الله. فالإنسان ملي تيكون تيبيع ويشري وتيذكر الله، واش ما فهمتش ان كاين شي ناس سبحان الله ما وفقهمش الله انهم ملي يسمعوا كلام الله يطمئنوا. كاين شي ناس كيسمعوا كلام الله كيهربوا، تيقول لك نتوما السمسارة اللي كيكثروا من ذكر الله راه هما الشفارة. شي كلام سبحان الله عجيب. فهادوك تيكون سبحان الله ما تطمئنش قلبهم بذكر الله، كما قال الله في القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله كاين شي ناس ملي كيسمعوا ذكر الله القلوب ديالهم كتنفر. نسأل الله السلامة والعافية. تبارك الرحمن، هذا أحسن موتور تعجبني الخوت والله، تعجبني أنا المرسيدس كاملة، ولكن الموتور المخير هو 350. وطبعا الا مشينا 400 نقول تيعجبني 400، ولكن 400 تمشيو جوج ملايين ضريبه، 400 500 ما كرهناهاش. يعني كاين الاس 500 ولا الاس 400، ولكن هذا احسن الموتور تيبقى منه في 6000 درهم، حيت 350 الموتور ديال 350 تيعجبني. هما كلهم زوينين، حتى 320 كلشي زوين، ولكن كوميم انا تنبغي شويه ديال العودان في الطوموبيل. تبارك الرحمن الموتور فيها جميل جدا وممتاز، وما كاينش المشاكل وما كاينش لومبان وما كاينش الخوت الكسيده، ما كاينش الضرب، ما غير واحد لوبتيك هنا راه مهرس هاد لوبتيك هذا ومسودي. ولكن العين مزيانه، بغاو يحلوه على ما قال مولاها، قال لك هذا راه ماشي مهرس، راه بغاو يحلوه باش يخشيو الليد. فمن يحلوه من يحلو البارابول من هنا ما بغاش يتحل ليهم، هما يديروا ليه الكولا باش ما يدخلش الماء. دونك راه ما كاين لا ضرب لا والو الحمد لله. حنا قلبنا داك الشيء وكنتحملوا المسؤوليه ديالو، وبكل صراحه وبكل راحه تنهضروا الحمد لله ما عندناش مشكل، ما كاينش الضرب. هذا البارابول مفتوح من هنا وعامر بالكولا، دونك الماء ما تيدخلش. انا متاكد من هذه القضيه، ولكن على ما قال راه كانوا بغاو يخشيو الليد لداخل زواق، دونك ما تحل ليهمش. فراه ما كاين الاوبتيك ديالها راه مزيان، هذا اللي تنوضح لكم صافي. وبالنسبه تبارك الله الموتور ولا داك الشيء راه جديد تبارك الله. حتى هنا بحالك هاد لي زيكراف تهرسو، بغاو يحلو هاد لي زيكراف في الاخر تهرسو، هذا ما مهرسش من هنا بغاو يحلو هادي. الله يسخر. المهم هذا مكان
تبارك الله البيبان عندها قاصحة ديال بصح كلشي مازال ناضي. الله يرباك. دونك الخوت نعاودو نذكرو بالمعلومات. دونك المعلومات ديال هاد السيارة هما هي موديل 2011، قلنا الديوانة 2015، ضربة 136,000، 350، 6,000 درهم ضريبة خالصة، كلشي خالص، مازوط طبعا مازوط. دونك هذا هو، هادو هما المعلومات اللي كاينه. والثمن قلنا 13,800، ثمنها ان شاء الله 13,800 في قنيطره في بير رامي في مسجد بدر عند اوطو ولد رحيمو. لكن شي سياره في الواتساب تعطوها لنا للبيع مرحبا. نمرة الواتساب ديالي هي 07-05-98-81-80، واتساب ولا عيط ابيل في هاد النمره راه يجاوبو الدري اللي خدام معانا، ولا النمره ديال الاخرى اللي فيها 34-06-34 تغير فيها الواتساب ولا ابيل يجاوبكم الدري اللي خدام معانا. مرحبا اخوتي، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله. الشين ديالنا في اليوتيوب راه هي اوطو ولد رحيمو. واحد الملاحظه الخوت بالنسبه لذاك البارابول هذا اللي كنت هضرت على هذا لوبتيك مهرس اللي مفتوح في الكولا، هو خدام تاع الدو اوريجينال، ولكن بامكاني نبدلو ولا نقص المولاه اللي بغاه. فراه ملي متنوريك انا الديفو هذا ما تيعنيش انني كنلزمك به. فبغيتي ديه غنقص لك فلوسه، بغيتي نشريه انا غنخلصو، ما عندكش مشكل. فدونك هذاك وهذا حتى هو نبدلوهم جداد، يعني هاد لوبتيك هادو كاينين حتى السكور. سولت واحد الدري صاحبي هادو بجوج عندو، هادو بجوج كاينين وفيهم داك اللاد وداك العجب مهم راه كاينين هادو. هادي هاكا ملاحظة زدتها لكم في الأخت الخوت. فالطوموبيل هي والسكور، ها السكور.